هؤلاء شباب ساعون وراء العمل الحلال، وجدوا كل ما هو ميسر لهم بعد أن قامت الدولة بتيسير العربات المتنقلة لهم من خلال قرعة أجرتها. انت عرفت ازاي ان في عربيات المحافظة مقدمة؟ والله كان الاعلان نزل على الموقع المحافظة، وكان حد من زمايلي بلغني بيه بما انه عارف ان انا مجالي كريب ووافل، فقال لي احمد قدم كده وشوف ورقك ايه نظامه. وقدمت الورق، وكان في ورق كان ناقص وكده، كملت ورقي وبدات بقى امشي في الاجراءات. الكلام ده مش على كذا مرحله، وبعد كده دكتور اسلام بلغنا بالحضور في المحافظه وتسليم الورق. انا اشتغلت في كل حاجه، بس بالنسبه ان انا اول ما شفت الاعلان على النت فسعيت فيه وقدمت والورق المطلوب وكده تمام. فجم بعد كده رنوا عليا قالوا لي انت ايه هتيجي عشان خاطر تستلم العربيه؟ فلقيت ان هي حاجه كويسه، فانا قلت ان انا ايه مثلا جنبي مثلا شغلي لو حتى ساعتين ان انا برضو ازود دخلي فيه، فدي برضو انا شايف ان هي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. انا مره عملت شغلي من جوه البيت وكنت ببيع المحلات، بس جه عليا وقت ما كنتش عارفه اكمل، فبالنسبه لي العربيه دي فرصه كبيره ان انا استمر وانوع. حضرتك ناويه تعملي العربيه؟ انا واخده عربيه كريب ووافل، بس ان شاء الله بعمل حلويات تانية جنبها. هنا مسهلين لك كل حاجه، يعني ما فيش اي ضرر ولا اي مسؤوليه ولا اي حاجه، مش محسسنا باي حاجه. هي حاجه كويسه لان هي بتوفر لي دخل كويس، ان هو يساعدني في المعيشه، ان انا لو اتجوز اجيب شقه الكلام ده كله، يعني احلى من شغل المحلات بكتير. جاءت تلك المبادره بالتنسيق مع احدى الجمعيات الخيريه تحت اشراف محافظ القليوبيه، وتم توزيع العربات المتنقله على الشباب. هو كان سيادة محافظ تواصل مع أحد الجمعيات الخيرية، وفروا 20 عربية، وقالوا إن إحنا عايزين ننزلهم للشباب. سيادة محافظ كلفنا إن إحنا نعمل الإعلان، وعملنا إعلان وحطينا فيه شروط ميسرة للشباب بحيث إن الإعلان يوصل لأكبر قدر من الشباب. ونزلناه بالفعل، وشباب جه قدم، وبعد ما جم قدموا عملنا لجنة المفروض إن هي نزلت، إن هي فضلت بين الناس اللي كانت متقدمة. اللي كان ناقص ورقه وكملناه، والحمد لله رب العالمين قدرنا ان احنا نوصل ل20 مستفيد، ل20 مستحقين. سيادة المحافظ سلمهم بنفسه في احتفاليه كانت كويسه جدا هنا في المحافظه. والله بنشجع الناس كلها ان هي طبعا يسيبوا مناعة القهاوي ديت ويدور على شغل، في فرص كتير عمل موجوده. وبنشكر طبعا سيادة المحافظ محمود عبد الحميد عشماوي. لو اي شاب عمل مشروع كده يعني ما فيش احسن حد يقعد خالص، وكل الشباب كلها هتفكر انها تشتغل اي مشروع ان شاء الله اي حاجه، المهم هو مشروع يشتغلوا فيه ويكسبوا الحمد لله. النهارده القياده السياسيه كلها مهتمه بالشباب، مهتمه بتوفير فرص العمل، فابدا من دلوقتي، يعني ما تستصغرش مشروعك، المشروع ده هيبقى صغير هيبقى كبير، ما تطورش على فرصه كبيره من اول ما تبدا.